اليوم معظم العائلات، معظم الأشخاص، معظم الموظفين يشكو من أمر واحد. الكل بيقول لك ما فيش بركة، يعني عم بيجينا دخل بس مش حاسينه، عم نركض ونركض ونركض ونشتغل بدل الشغل شغلتين، وآخر شهر بيجينا فلوس لكن مش مكفي. الزوجات الأم في البيت بتقول لك احنا بنجيب سكر ورز وأغراض لكن ما فيش، يعني يكاد الإنسان دخله يكاد لا يكفي. وفي كثير شباب اليوم بيقول لك انا اخذت قروض عشان اتزوج، اخذت قروض عشان البيت، اخذت قروض عشان السياره، وبرضه انا مش حاسس في وجود البركه. لا يوجد كفايه، الكل يشكو من نظام واحد ويشكو من فقدان شيء اسمه البركه. تعالوا نحكي بالبركه. وعشان نحكي في البركه لازم نكون فاهمين شغله، الدنيا فيها اشياء ماديه وفيها اشياء بنسميها غيبيات. وعشان تفهم نظام البركه نشوف لمين تابع. يعني سؤال، انا لو رحت اشتغلت اخر الشهر فلوس، لكن مهما اعمل ما فيش شيء اشتري اسمه البركه، ما فيش شيء امسكه في ايدي اسمه البركه. معناته الدنيا فيها نظامين، نظام مادي ونظام البركه، نظام غيبيات، الماده والغيبيات. الماده انه انا موظف في شركه واخر الشهر بيجيني 1000، انا بعمل في متجر وعم تيجيني فلوس، لكن نظام البركه كيف اجيبه؟ يعني انا اذا اشتغلت جبت فلوس، طب نظام البركه؟ لا، البركه نظام غيبي يستجلب عند الله بما يريد الله عز وجل. أعطيك مثال، في بتلاقي واحد دخله قليل لكن وضعه مرتاح، المال مكفيه، أولاده ماكلين شاربين نايمين، واحد دخله مرتفع ومش ملحق. الأول عنده شيء اسمه البركة. كيف أجيب البركة؟ اقرأ القرآن الكريم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أمرين، آمنوا واتقوا، الحل، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وربنا قال فتحنا عليهم أموال؟ لا. ماء؟ لا. ذهب؟ لا. بركات، يعني راح أعطيهم أشياء وأمدهم بمدد يلمسونه ولكن ما يعدهوش. مش زي الفلوس، أنا اشتغلت جبت فلوس بس ما في شيء أجيبه اسمه بركة. البركة تأتي من الله عز وجل. ولذلك لله عز وجل نوعان من الخزائن، خزائن مادة يعطي فيها من يشاء، وخزائن البركات لا يفتحها إلا لمن طرقها. نفهم النظام صح. عند الله نظام اسمه نظام البركة. كيف تستجلب بركات الله عز وجل؟ أنا أعطيك تجربة، مع أن الله لا يجرب، ولكن افعلها ستجد نظام البركة والعطاء الغيبي. أول باب من أبوابه التضحية. عارف شو يعني تضحية؟ يعني أنا علي دين، طب كيف أسد الدين؟ تصدق. أنا علي دين، أنا معيش فلوس، تصدق بما معك. إذا تصدقت بما معك فضحيت بالقليل أعطاك الله الكثير. أنت ما فيش عندك وقت، فضحيت بجزء من وقتك لتجلس فتستغفر أو تسبح. مش سيدنا نوح حكاه، كلنا حافظين الآية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. طب إيش دخل الاستغفار بإرسال السماء؟ صح، عندما تستغفر الله فتتغير منك الأحوال، يغير لك الله عز وجل نظام الكون. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السبب، السبب أنك ضحيت في وقتك فاستغفرت الله عز وجل. أسأل سؤال، كم أسرة اليوم لا تشعر بالبركة فيما آتاها الله من رزق فتجلس مع بعضها البعض وتبدأ تستغفر الله تبارك وتعالى؟ كم أسرة؟ إخواني، عندنا نظام البركة بدك تقدم تضحية لله عز وجل. إذا ضحيت لله بالمادة أعطاك المعنى. إذا أردت أن تضع يدك في خزائن رحمة الله تبارك وتعالى ما لكيش إلا حل واحد، أن تضحي، أن تضحي بوقتك فيبارك الله لك في يومك، أن تضحي بمالك فيعطيك الله أكثر، أن تضحي بجهدك فيعطيك الله قوة. إن لما إجت ستنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام تشكو له، وراحت ستنا فاطمة فرجت النبي إيديها، قالت له يا أبتي قد كلت يداي من الرحى، أنا تعبت، أنا تعبان، وأنا أطحن القمح عشان اطعم الحسن والحسين وعلي. انت عارفين شو كان حل النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما النبي بيقدر يقول خذي لك عبده ولا خذي لك امه ولا خذي لك خادم، بيقدر النبي يحكي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاه والسلام اعطاها شيء اقوى من الخدمه. قال يا فاطمه ويا علي، اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فتلك تمام المئه. ومن يومها ستنا فاطمه وسيدنا علي لا ينامان إلا بعد ما يؤدوا الورد المطلوب منهم. بتقول ستنا فاطمة فكأن الله قد أعطاني قوة 70. تخيل، ما أعطاهاش خادمة، أعطاها معنى.
عشان تحط ايديها في خزائن غيبيات الله عز وجل. عشان لما بنيجي احنا من بعد ستنا فاطمه ماشي نقول يا هنيالك يا فاطمه، لو النبي موجود كان اعطانا خدم. لا، النبي اعطاك القاعده. اطرق ابواب الله عز وجل باكف الغيبيات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، كف يدك عن الحرام سيعطيك الله. لانه ناس متخيلين البركه بالمال، لا، من البركه مش بالمال وبس. يكون لك جار صالح هاي بركه، يكون عندك اولاد كويسين هاي بركه، يكون عندك زوجه تسرك اذا نظرت وتطيعك اذا امرت وتبرك اذا اقسمت هاي بركه، يكون عندك زوج صالح يطلب لك المال الحلال هاي بركه، يكون عندك اولاد او بنات يقبل يد الام ويقبل جبين الاب هاي بركه، يكون عندنا ستره في داخل بيتنا هاي بركه، يكون تآلف بين الزوج والزوجة هاي بركة، تستمتع بصلاتك هاي بركة، تستمتع بصيامك هاي بركة. البركة مش فلوس، لأنه المال بشتري فيه خبز، المال بشتري فيه مادة، بس البركة شعورك بلذة الحياة. كثير في ناس اليوم عنده أموال طائلة لكن والله لا ينام إلا وقد تناول المهدئات التي تؤدي به إلى النوم. السبب ما فيش بركة، لم يطرق باب الله عز وجل الغيبي، لم يطرق خزائن الله عز وجل الغيبية بالوسائل. أول وسيلة من أجل أن ينزل الله البركات التضحية. شوف المسلمين لما راح على تبوك اجوا عند النبي استأذنوا، سميت غزوة العسرة. تعرفش يعني العسرة؟ ما فيش، تولوا وأعينهم تفيض ألا يجدوا ما ينفقون، يعني روحوا عيطوا ما فيش، حابين نضحي وبس ما فيش. شوف التضحية ويطلع الجيش وعلى الطريق خلص الأكل، هذول يعني جيش، يعني مسافات، يعني من المدينة المنورة إلى تبوك 850 كيلو، فهم طالعين مسافة هاي كلها، المال نفذ، الطعام نفذ، فإجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التضحية. فقال يا رسول الله ننحر؟ قال لا، بل اجمعوا لي ما تبقى من طعامكم. اللي جايب نص رغيف، واللي جايب ربع رغيف، واللي باقي عنده حبة تمر، واللي باقي عنده حفنة قمح. فجمعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ النبي على الطعام، ونحفظها كويس، نحفظها عشان في بيوتنا. قرأ النبي على الطعام إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 3 مرات، ثم نفخ النبي على الطعام فجعل الجيش يأكل ويملأ أوعيته. يقول أصحاب النبي مش واحد واثنين، جيش كامل، جيش تبوك كامل، بيقول وإنا لننظر إلى الطعام كأنه ما مس، كأنه لقمة واحدة ما راحت. شو النظام هذا اسمه؟ هذا اسمه نظام البركة. لو بدك بركة في مالك، لو بدك بركة في أولادك، اعمل جهد في التضحية لله عز وجل من مالك، خصص ولو شيء بسيط جدا للصدقة، والله سيبارك الله لك في المال. انت وقتك ومش ملحق، اجعل لله 5 دقائق في يومك، والله سيبارك الله لك في مالك ويبارك لك في وقتك. انت منهك ومشاغل الدنيا فوق راسك، قبل ما تنام احكي ورد التسبيح اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، سيعطيك الله قوتك أضعافا. عشان هيك في شيء عند الله اسمه الغيبيات. لو أردت أن تضع يدك في غيبيات الله عز وجل فيمدك بالبركة، ما كيش إلا حل أن تضحي في وقتك.